صباح على حضراتكم من جديد في كل مكان. ودلوقتي نروح لليندا تطمننا على اخبار الطقس اللي طبعا كلنا بنعاني من البرد، يعني بقى لنا كام يوم الجو تلج، وكمان تقول لنا اخبار المرور في الشوارع. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير يا هدير. صباح الخير يا شاذلي. زي ما انت قلتي يا هدير، في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، بقى لنا كام يوم وحاسين ببروده الطقس بشكل مش طبيعي. الشتاء رجع تاني. بس عايزه برضه اطمنكم ان بدايه من يوم الخميس هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره ان شاء الله. تفضلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. لسه في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس النهاردة هيكون برد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفي كمان أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء. ده غير انه في امطار خفيفه على جنوب الوجه البحري والقاهره الكبرى، وهيكون في نشاط للرياح على اغلب انحاء الجمهوريه. درجه الحراره في القاهره النهارده 16، واعلى درجه حراره في حلايب 23، واقل درجه حراره في سان كاترين 12. هنتابع مع حضراتكم احوال الطقس بالتفصيل في النشره الجويه ولكن بعد شويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنأكد في البداية أن الإدارة العامة للمرور بتنشر الخدمات على طول الطرق الرئيسية للتعامل مع أي طوارئ أو أي تعطل لحركة المرور. خلونا نبتدي مشاهدينا دلوقتي جولتنا من محافظة القاهرة، ونفق الأزهر بيشهد كثافات بسيطة في حركة المرور اللي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس، ونفس الأمر كمان بتظهر بعض الكثافات على كوبري أكتوبر للي جاي من رمسيس وغمرة ولحد مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس. وكمان بتظهر كثافات متحركة في المسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولاً لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر. وأعلى الأوتوستراد في كثافة مرورية نسبية بتزيد بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، ونفس الأمر كمان في بعض الكثافات البسيطة. وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام اللي قادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات تانية في الاتجاه العكسي، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولاً للمنصة. وظهرت كمان كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولاً للدائري. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة وتحديداً من شارع السودان واللي بيشهد سيولة مرورية، وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لجامعة القاهرة وتحديداً عند كلية الآثار. هناك في بعض الكثافات المرورية البسيطة في الدقي، هناك الطرق بتشهد سيولة مرورية لحد كوبري قصر النيل وميدان التحرير، وبتظهر كثافات على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولاً لشارع السودان، لكنها كثافات مرورية متحركة، وبيفضل التوجه أو بيفضل التوجه لمحور عرابي للقادم من الدائري ورايح للمهندسين أو الدقي، ونفس الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة. وكمان ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولاً لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة. وكمان الإدارة العامة لمرور الجيزة بتراقب حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية لمنع الزحام المروري أثناء عملية غلق كلي لشارع الهرم لإنشاء محطة مترو مدكور، بداية من المنطقة أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان لحد الجهة المقابلة بطول ما يقرب من 500 متر في الاتجاه القادم من المريوطية تجاه ميدان الجيزة. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح للإسكندرية، وزي ما احنا شايفين هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بقى الشوارع الجانبية فهناك في سيولة مرورية نسبية. الطريق المؤدي للجامعة بيشهد كثافات مرورية بسيطة لكنها بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وده وسط تواجد خدمات مرورية مكثفة لتسهيل حركة سير الطريق ومنع التكدسات في جميع الشوارع الرئيسية.
هنكمل جولتنا المرورية وهنروح لمدينة أسوان وهنتابع الحالة المرورية هناك، وهنبتدي من ميدان السادات ومنها لشارع كورنيش النيل واللي بيشهد سيولة مرورية. وانت ماشي على طول الشارع هنلاحظ ان في كثافة مرورية بسيطة عند منطقة الفنادق ومنطقة السوق، وبعد التمركز ده الشارع بيشهد سيولة مرورية. دي كانت فقرتنا المرورية مشاهدينا، وكمان تابعنا مع حضراتكم فقرتنا الجوية السريعة. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي. شكرا لله.